خلاص نوريا، ما تقلقيش روحك. مش انا متقلقه، اما هو يسكت يسكت ويجبد لي على الصغار. خي انا بيدي هذه حاجه ربي. معلش ما تديريش عليه يا اخي، على بالك بلي يغلبوا رمضان. ليه ليه ليه، كل شيء يحطوه في شهر سيدي رمضان، الناس مهبله ويتصبوا هكاك. الله صح. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا موني؟ صافا، وانت نوري لاباس؟ يا راني مليح يا مانيش مليح. قولي هاني غادي للمارشي كاس ما يخرجش نشري لها. نورية او قالك بلي راه رايح للمارشي واش يشري؟ ماني قل له ما تمشيش للمارشي وما تشري ليش وما حاجتيش بيك باش تشري، نمشي وحدي. النوري اي قالت لك بلي هي رايحه للمارشي وهي تشري. اما لا قولها قالك الخرجه تاع المارشي ما كانش. قل له باش نمشي للمارشي، ما تدبرش عليا وهاني ماشيه توا. شوفي النوري انا هذه ما نقولها لهش، قوليها له انت. قوليها بلي عندها زهر ما قلت ليش قالت. اي دبروا لسانكم، انا غادي نروح نرقد راني مشغول. هيا صح. نوريا على بالي بلي راكي عيانه، ريحي انت شويه وخليني انا نطيب لكم اليوم. هذا كلام، انت ضيفتي وعزيزه غاليه، نحطك فوق راسي باش نفرح بيك وباش نطيب لك دان بالكاري، تاكل وراس ويبعك. يعيشك. مرحبا بكم انتم زاده في كوجين عاشور، كيما شفتوا الضيفه نتاعي موني بوعلام، وباش نطيبوا الدان بالكاري، اقعدوا معنا ما تزابيوش. مرحبا بيك مرة أخرى موني بوعلام. يعيشك. شرفتني ونورتني. شرف لي أنا اللي راني معاك صراحة. يلا يلا يلا. يعيشك. باش نفرح بيك كما قلت لك باش نعمل لك دان بالكاري. يعجبك؟ إي سختو بالروز، أنا نموت على لوغي. أيوا. نحب الأكلات هذوك تاع، يعني نحب نكتشف الأطباق اللي ماهيش تاع الجزائر، دونك فوالا. تحب الماكلة تكون جديدة. تكتشف حاجة جديدة. أتذوق. باهي. يلا يلا توا باش نبداو نطيبو. باش نحط الزيت ومع الزيت باش نحط الزبده. يلا. علاش نحطوا الزيت مع الزبده؟ باش ما تتحرقش، باش ما تعملش لون غامق. سبيان هاني نتعلم. الزبده هي في العاده نذوبها، لازم تذوب ونقليو الدانت فيها باللفاحات يتقلى. انا اليوم باش نحط الكل مع بعضه باش نحطه على الطنجره. يلا باش نحطه على الطنجره، باش نحطه على النار. الدانت نتاعنا نظيف، وعملني له شويه خل باش يبدا ينحيك الزفوريه. اي نقصلو الريحه. اي باش نحطه ثوم. شنو جديدك انت مامي؟ في هذا رمضان عندي يعني عملين، راني مشاركه في عاشور العاشر في الجزء هذا. وعندي سلسله راهي تجوز على قنوات التلفزيون الجزائري ثاني اسمها سبع حجرات. دو بيرسوناج مختلفين على بعضهم، اللي هي حاجه واللي هي حاجه، دونك كيما نحب انا كل عام ننوع. كل عام نطلع على الجمهور الجزائري بحاجه جديده، فان شاء الله يعجبهم المشاركه تاعي هذا العام. اي مادام انت موجوده تعجبهم، علاش ما تعجبهمش؟ يعيشك يا عمري. ميرسي. عندك تلفزه كهو؟ عندي تلفزه وعندي مسرح، كيما على بالهم ناس انا ممثله مسرحيه، دونك راني هذا العام في مسرحيه ارامل اللي مقتبسناها على ليكول دي فوف تاع جون كوكتو، دونك رانا نعرضوا فيها يعني عندها جوله صغيره ماشي كيما موالفين. قبل الكورونا كنا نديروا جوله فنيه كبيره في مختلف الولايات، دوك رانا نقدموا بعض العروض، المهم رانا نحاولوا نحن نكونوا جو العروض في المده هذه بالظروف هذه. شوفي قدمنا عروض قبل رمضان، شاركنا في مهرجان المسرح الوطني ودرنا الربيع المسرحي، وكاين جمهور، كاين اقبال كبير تاع الجمهور، كاين لا ديستونسياسيون، رانا نخليو مام في الكراسه كاين واحد ما كانش، نحاولوا على قد ما نقدروا نحن نقدموا العمل ونتفاداو المشاكل يعني، دونك فوالا. مي الجمهور كاين، الناس توحشوا، حتى حنا دي كوميديا نوريه توحشنا لو ترافاي، توحشنا هذاك لو كونتاكت ديريكت مع الجمهور. دونك فوالا جو بونس مام انت راكي حاسه بها الحاجه هذه. انا هاني هنا في العاشوريه لا نخرج. راكي في المملكه العاشوريه. طيبي. ما حضرتش انا مسرح، ما نعرفش العروض كيفاش. معليش. المهم المره الجايه اعطيني استدعاء نحضر، نجيب لك انفيتاسيون. انفيتاسيون. خلاص، ولا نجيو نديروا لكم حنا المسرح هنا في المملكه العاشوريه، واش رايك؟ نقول المولاي. خلاص، وجيبي وقولي لي، رجعي لي بالخبر، جيب الممثلين ونهجموا عليكم. ايه وهجموا علينا نعملوا عرض. سبقتك انا حطيت شويه ملح والثوم والبصل خاصه، وباش نحطوا لفاحات لهنا.
اللي هما الفلفل الاكحل مش نحط منه هكا، الكاري اللي به الفايده وهذا كسبر شايح. هذو الفحات نتاعنا كاملين باش نحطوهم يتقلاو شويه، والزبده هذيك تذوب واللدان ديخو الفيح ومن بعد نكملوا. انا قلت لك على المكونات شنو، ما قلت لكش هكا ولي صح، خاطر عنا البصل والثوم بالنسبه للطنجره، وفما الفحات الكاري والفلفل الاكحل والكسبر الشايح وكسبر اخضر اخضر والقرع هذا الاخضر البوت الزينه، الفلفل شو محليه الالوان بالالوان، وعندنا السفناريه الزروديه. على بالك حتى احنا في الشرق نقولوا لها سناريه كيما انتوما. اي انت منين والشرق؟ من قسنطينه. قسنطينه. باش تحكي لي على قسنطينه وجو قسنطينه. اي خلاص. والروز هذا حضرنيه طيب بالزعفران، وعندي لهنا حليب نوت كوكو. حليب جوز الهند. جوز الهند. خلينا نحطوا الطنجره ونكملوا نحكيوا على قسنطينه ميلا. يلا يلا لا. كيفاش الجو في قسنطينه في رمضان؟ كشحيتيني ديجا بال مع الصيام. في قسنطينة يسميوها عاصمة الشرق الجزائري، معروفة بالعادات والتقاليد تاعها. احنا عندنا دي بلا تاعنا الخاصين بقسنطينة، كيما في أول يوم تاع رمضان نطيبوا الجاري. ايه؟ هنا في العاصمة يقولوا لها شوربة، احنا نقولوا له الجاري، جاري فريك. ونديروا شبح الصفرة. شوربة شعير يعني؟ هو مش شعير، هو الفريك مش عارفة لهم، ماهوش شعير. هو قمح. القمح. قمح. القمح بس حنا نخدموه، باسكو حنايا مازالت المرا عندنا في الدار تخدم القمح هذاك، تخدموه مع غوميغ، تيبسوا وتملحوا وتخدموه ترحي، يعني تخدموه بطريقة خاصة بقسنطينة. دونك الجاري يجي بزاف بنين. غدوة نقول للنور يشري لي منه. خلاص. أي وتحبي نجي نعطيك لاغوسات نعاونك فيها. أي. ونديروا شباح الصفرة، طبق خاص بقسنطينة في أول يوم. شباح الصفرة. شباح الصفرة شنو هي؟ شوفي هي جوز ولوز. إيه؟ ويخدموهم بمزهر، ومن بعد نطبعوهم هكا أشكال دائرة مثلث، ونديروهم كيما طاجين الحلو، لاصوص تجي حلوة كيما طاجين الحلو. هذه نبداو بها رمضان. جوز مرحي ولا جوز كعب؟ ولوز مرحيين. مرحيين. وتلميهم بالمزهر وسكر. ومن بعد ديريهم في لاصوص. مش ديسير معناه طيب؟ لا 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 ينطيب، ينطيب بلا ناكلوه دوزيام بلا. دونك نبداو به في رمضان، شوفي خاطرني شويه طياب يعني. ايه ايه ايه. يعني كيما نشوفه مش يدير. ما تطيبش بكل؟ لا لا نطيب، افون كنت ما نطيبش، ابخي كي جات الازمه تاع الكوفيد خديت ستاج، تعلمت نتخبز، ندير الكسره، تختوخه، واش حبيتي نطيب لك؟ دونك هذه الماكله المعروفه بها قسنطينه. لا كاين بزاف دي بلا، كاين. وشباح الصفرة. هذول نبداو بهم في اول يوم باش ناكلوا حاجه حلوه، باش نفتتحوا رمضان يجينا حلو، يقولوا كيما هكا. ما عندنا بزاف، عندنا تختوخه، عندنا تريده، تليتلي، كاين بزاف لي بلا، دونك فوالا. الحمد لله. نحط السفناريه وهنيجي. يلا. بدات تضرب الريحه. اي ميلا. بنينه. ميلا. ميلا نطيبوا حاجه لازم تكون ريحتها فاوحه. وجديده. وسهله. وسهله. على الوقت. صح. كيما قلت انت كي تخدم. وي ما تلقاش الوقت. صحيح. معناها لازم ديما تطيب حاجه سهله. اي وسخت ثاني رمضان كي يجي في سخانه ثاني لازم حاجه خفيفه ثاني، ماشي حاجه ثقيله يعني. أي باش ما انت كي تكون تخدم كيفاش توفق؟ كيفاش تعمل باش تخلط على شقان الفطر وتطيب وكيفاش؟ سا ديبون، إلا كان عندي باغ إكزومبل تورناج دو نوي هاني نوض ونخدم ونقضي وندير، إلا كان نخدم في النهار دي فوا طيبي بوغ دو تخوا جوغ أبخي، كيما الشوربة كيما الجاري تقدري طيبيه، لافاخس تاع البوراكة كي ديريها وتخليها في الفريجيدار أبخي يجيك غير لو دوزيام بلا تقدري تقلي ولا ديري ديك الزاستيس تاع المسالي. شوفي أنا شفتهم في مي طونت يخدموا مساكن، أنا بكري كي كنت صغيرة كانت عندي ما طونت تنوض على الستة تاع الصباح قبل ما تروح تخدم. أي. تنصب البرمة توجد هذو الحراير كيما انتي توجد 6 اور دو ماتان وتخليهم كي تجي تكمل مسكينة. راه المرأة طيابة. صح. قبل يقولوا التياترو والسينما هما معناها كارير للممثل. صح. في السنين الأخرى التلفزة غلبت. شوفي انا مع انه لا فغي كارير يعني صح هي السينما والمسرح والسينما. ما تتبدلش الامور يعني، شتي احيانا يكونوا بعد علاش يعني قلت انت الفغي كارير هكا بالتلفزه السينما ومسرح
حتى الطلب هو شنو سينما كانوا يقولوا خاطر يوثق الخدمه نتاع الممثل وي. لكن الطلب زاتوا توثق زاد كيف كيف شوفي هما كلهم يكملوا بعضهم هذا يكمل هذا المسرح يخليك تتعلمي يسقل لك الشخصيه تاعك يخليك تتعلمي لو كونتاكت ديريكت مع الجمهور الذكاء تاعك كيفاش تحركي في لاسان التلفزيون يخلي يعرف الجمهور كامل بك لانه مش كل الناس يروحوا لسال سينما السينما هي اللي تخليك تروح الى العالميه ويقعد مجرد راي رايك بيان سور ان شاء الله ديما موجوده في الثلاثه انت يا ان شاء الله انا شوفي طماع اي عندك الحق وزعما لو كان جيت نعرف نغني لو كان انا غنيت غني ما عنديش لافوا غني حتى ما عندكش لافوا غني ليك انت لروحك غني واحنا عاملين جو هكا يلا طيب. اوكي هاي. انا حطيت تويكا اش حطيت انا تويكا مشيت حطيت لادان حتى... لا السفناريه شفتي بلي ما شفتش حطها واش نكمل نحط القرع علاش السفناريه خاطر هي قاصحه شويه يلزمها تطيب وهذوما يطيبوا في صافيصة نحطها وانت غني لي يا واش تحبي نغني لك؟ هيا قولي انت اللي تحب غنية قسنطينية فما غسلني ما نعملشها ايه كاينة غنية في قسنطينة يقولوا لها غاب عليا خيال مولي على خيال موني على اسمي بالحق غنيها الفرقاني الله يرحمه بصح مانيش حافظة المالوف نغني لك وردة الله يرحمها ايه يلا بتونس بيك يلا اروحي بتونس يا ربي سامحوني بتونس بيك وانت معايا بتونس بك وبلاقي في حضنك دنيايا اما تقرب انا بتونس بيك واما تقرب قرب انا بتونس بيك وبلاقي في حضنك دنيايا انا نقول لك خلي نحبس الاغنيه خلي يسعدك يلا طاش الفلفل الاخضر والاصفر والاورانجي اش مازال الكسبر هذايا الاخضر اوكي خاطر في الاخر بالكل باش تقعد النكهه نتاعو وباش نحط الحليب نتاع نواد كوكو حطينا الملح ايه هيا من الاول حطيت الملح اما باش نزيد شويه نزيد شويه على خاطر حطيت الخضره نزيد شويه ملح هيا وباش تكون الاكله نتاعنا مزيانه وبنينه هاك على خاطرك حطيت الملح يوه يعيشك اليوم نفطروا اكله لذيذه ان شاء الله ان شاء الله باش تكون بنينه ماني يس كان تعطي نصيحه انت هكا لصاحباتك كيفاش ينجموا ينجحوا كيفك هكايا شو تقول لهم نقول لهم ما كانش اللي جاتوا الحاجه بسهوله اي واحد باش يوصل للهدف تاعو للحلم تاعو لازم يتعب لازم يسعى سطروا الهدف تاعكم حطوه قدامكم وبداو خدموا قال واش ندير ايتاب باغ ايتاب حتى توصلوا ما تفشلوش بالرغم من كل المشاكل والظروف حنا كامل هكاك انا تاني بديت من عائله بسيطه نحب ندير حاجه مالي يعاونوني الحق يعني الحمد لله لقيت الدعم من الاهل تاعي بصح بشويه بشويه العبد ما يفشلش ما لازمش بك يفشلوا توا طنجرتنا قريب الطيب والروز نتاعنا حاضر ناقص كان باش نوريك كيفاش باش نقدم لك هالاكله هذيا الداند بالكاري ها لا ديكوراسيون ايوه كيفاش باش نزينوا الصحن نتاعنا ما تزابيوش اقعدوا معنا ها باش نشوفوا كيفاش باش يحضر هذه هي الأكلة نتاعنا الداند بالكاري سهلة وبنينة وخفيفة وزيد حتى لا بريزونطاسيون شابة بزاف والله يعطيك الصحة يا نوريا صحة بالشفاء باجي و شبيك لاباس الباجي وشبيك تشوف معايا وتضحك Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, nounou joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nouria. Aïeskom. كل عام وانت بخير وان شاء الله ربي يخليك ليا ها نوريا. عايشك يا نوري. صار هكا يا نوري توسع مقبل كامل كان هكذاك درت لها كلش بالعانيه. بالحق. بالحق انا ابراهيم على باليش كاع بالدراري انت اللي بيا نوريا ونقول لك حاجه درت لك سيربريز مفاجئه عايشك يا نوري سلمك حطينا زيدا عندي ليك سيربريز مفاجئه
هكي بالحمل؟ لا لا مانيش بالحمل، اما مش اليوم عيد ميلادي. ليه انت مشي زاده في رمضان؟ وعلى السعدي شفتي للذكي بتاع الراجل اللي عندي نوري، رمضان راهو يتحرك يا نوري. يا اخي قلت لك بن عمي. هو زاد زعف وريت الضحكه بتاع الباج. الا مرحبا بيك وشرفتني ونورتني. الله يسلمك، يعطيك الصحة نوريا كرحبتي بيا في الكوزينة. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. يعيش الله يعيشك. على غالب نوري حتى كي يحب يعمل سوربريز ولا هكا يدللني ما ينجحش. غدوة إن شاء الله نشوفكم كما العادة في نفس الموعد كوزينة عاشور. شهية طيبة وصحة فطوركم. داند بالكاري، نستحقوا سكالوب نتاع الداند مقصوص طريفات، زوز مغارف قهوة كاري، ثلاثة سنيت ثوم، حليب جوز الهند، زوز قرون فلفل أحمر، كسبر مرحي، بصل، كعبتين قرع، زيت، ملح، فلفل أكحل، زبدة وكسبر فرشك وسفنيريا. انا راني مشي شويه تاع غريبيه باش ناكلها مع الشوربه. علاش تقي في روحك؟ لا لا ماشي شقيت روحي، هي تلاقيت انا مع نوري عند الباب. هو قال لي بالك تدخل القصر وما ديش غريبيه لمولاي. لتماك شقيت روحي رحت شريت غريبيه وجيت. نوري الوحيد ياكل الغريبه في القصر. يا سكان المملكه بلا غام، الغايب يعلم الحاضر، وراني عارفين باللي راقبتكم اللقيه. وباغين تضحكوا وتتهاو، بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش. تيليشارجي جيزي اب واقضي على اللقيا، حصل على افلام، موسيقى، العاب ومحتويات حصريه مع جيزي.